اليوم كنعيشوا حدث مهم وهو نصف نهائي عصبه الابطال الافريقيه اللي غتجمع بين نادي الرجاء الوداد البيضاوي والاهلي المصري، وكذلك غدا ان شاء الله لنا موعد مع الرجاء البيضاوي والزمالك المصري. كما قلت قطبي الكره المغربيه مع قطبي الكره المصريه، كل توفيق للفرق المغربيه حتى انه مثلنا واحد الحدث في التاهل لنهائي عصبه الابطال الافريقيه. كذلك كنتمنوا التوفيق للفرق المغربيه اللي كتشارك في الاتحاد الافريقي اللي هي نهضه بركان والحسنيه اكادير، وللاسف غادي يتلاقاو جوج في نصف النهائي. كنا كنتمنوا حتى هما يكونوا عندهم فرق مختلفه باش يتاهلوا النهائي، لكن القرعه عطاتهم انهم يتلاقاو اليوم. كل توفيق للفرق المغربيه حتى انهم يخلقوا لنا ويجيبوا لنا واحد اللقب قاري لاتت الخزانه المغربيه، ويكون عندنا واحد اللقب قاري هذه السنه ان شاء الله اللي نفرحوا به كمغاربه. ماشي مشكل يكون الرجاء ولا الوداد، المهم يكون عندنا لقب افريقي. وشكرا والسلام عليكم. اليوم انا برك من الاصدقاء ديالي الوداديين، وانا كماشي عيت رجاوي ما نتفرجش في الوداد، حنا الوداد الامه. واليوم ان شاء الله كنا جنود مجندين مع فريق الوداد البيضاوي، كنتمنوا ليه ينتصر اليوم 3-0 ان شاء الله باش يكون ديما قوي. وحنا كيقول لك واحد المثل شعبي، انا وخويا على ود عمي وانا ود عمي على البراني، خاصنا نربحوا وخاصنا ما نكونوش هذاك المشاكل ما بين الدراجه والوداد، لا هادو خصهم يربحوا واش هادو خصهم يخسروا، خصنا نكون يد وحده. وان شاء الله اليوم غادي نربح الوداد وغادي تربح الرجاء، ويكون واحد الديربي ان شاء الله يكون ما بين الرجاء والوداد، ويبقى الكاس ان شاء الله في الدار البيضاء ان شاء الله. بالنسبه لهاد الماتشات اللي كاينين ديال الكره، لا ديال الوداد لا ديال الرجاوي، حنا انا كودادي كنشوف دابا بان هاد الماتشات اللي غيكونوا ما كتتميش بان راه الوداد ولا الرجاء. حنا دابا الوداديين كنتسموا لاعبين على 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 الرايه المغربيه، والرجاء حتى هي كنقولوا لها حتى هي بالتوفيق على الرايه المغربيه. وكنتمنى من هاد الجمهور هذا اللي كيتفرج يكون فيه واحد شويه ديال حب المواطنه، لا للتخريب لا للشغب لا للفوضى. وهذه راه كره وروح رياضيه، وكنتمنى بنادم يوصل هذا الميساج ديالي وفهم بان راه الكره راه بدات كتتبسل على بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه لحنايا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش حنا نكون عندنا ديك الاذاعه اللي كنتفرجوا فيها، بحال دابا مصر غيكون عندها مطلوق عندها لالين باش تفرج في الماتش، وحنا في المغرب مع اللي ما عندوش واحد مخلص ما غاديش تفرج فيها. وهذه كنطلب هذا النداء باش حنا نتلبى لنا الطلب حتى حنا نكونوا تنتفرجوا في هذه. وشكرا. كان نشوفوا بان مقابلتين ديال الرجاء والزمالك والوداد والاهلي المصري، وكنفرحوا علاش، لان ربحنا جوج فراقي من المغرب كبار بقاو في النهايه ديال هذه الكاس الغاليه اللي هي كاس عصبه الابطال الافريقيه، وهذا راه في حد ذاته راه نجاح كبير. انا عجب الله مقولتي انا من الاخوان اللي كنقول لا للشغب لا للفوضى لا للتخريب. احنا اليوم غادي انا رجاوي، احنا اليوم غنتفرجوا في الوداد وباغينها تربح، وغدا غنتفرجوا في الرجاء وغنبغيوها تربح، وتكون فرقه اخرى كاع مغربيه غنبغيوها تربح، لانها هي اللي كتمثل المغرب وكتمثل الرايه المغربيه. وتبارك الله عليكم إخوان، شكراً.